ولأن البشر اعتادت على استخدام الكلاب بكل أنواعها في الحراسة والصيد، وعشان كده بيحتاجوا باستمرار لما يسمى بتدريب تشريس الكلاب. والتشريس معناه رفع محرك الافتراس والشراسة والمهارات القتالية لدى الكلب، ودي حاجة بتزيدهم جراءة وشجاعة وإقدام لتنفيذ أي مهمة مطلوبة منهم. وممكن أحيانا بيتم تشريس الكلاب لاستخدامها لأغراض شرعية زي الحراسة مثلا، ووارد جدا في أحيان تانية كتير بيتم تشريسهم لاستخدامهم في أغراض غير شرعية زي استخدامهم في مراهنات الكلاب وترهيب البشر في الشوارع بدون أي ذنب. تشريس الكلاب في العموم بيكون ليه قواعد وبيتطلب خبرات معينة، وده لأن التشريس الخطأ للكلب ممكن ينتج عنه نتيجة عكسية. قبل ما نبدأ الفيديو يلا بينا ناخد صواب مع بعض ونصلي على النبي. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. انا منى شاكر ودي قناتي على اليوتيوب Only Dogs Lover. ياريت ما تبخلش علينا باللايك علشان الفيديو يترفع ويوصل لأكبر عدد من محبينا ومتابعينا. يلا بينا نبدأ الفيديو. والنهاردة هنركز على أسوأ التدريبات للتشريس اللي بيمارسها المدربين، واللي في معظم الحالات بتأثر سلبا على الكلب وبتسبب له ضرر نفسي كبير جدا. الشطة بتعتبر من التوابل اللي بيفضل كتير من البشر تناولها في الأكل، ولكن بعض المدربين أحيانا بيكونوا مفكرين أنه لو أكل الكلاب شطة فدي حاجة ممكن تزيد من شراسته وعدوانيته. طبعا ده اعتقاد خاطئ، وده لأن الكلب بعد أكله للشطة ممكن يتأثر ويتعب منها زي البشر وأكتر، ده غير أنها مش بيكون لها أي دور في تشريسه. كلنا عارفين ان تدريب الكلاب بيحتاج لصبر كبير، ولكن بعض المدربين احيانا مش بيكون عندهم الصبر الكافي للانتهاء من تدريب الكلب بشكل صحيح، وعشان كده بيلجأوا لتشريس الكلاب عن طريق حبسهم في غرفة ضلمة، او ممكن يحبسوهم في قفص حديد، او ممكن كمان يربطوهم بسلسلة في المكان المخصص ليهم في المنزل. المدربين دول بيعتقدوا ان دي حاجات هتساعدهم في تشريس الكلاب في أسرع وقت ممكن، ولكن الطرق دي للأسف بتسبب للكلب حالة من الهياج والجنان، وبتدخله كمان في حالة نفسية صعبة جدا. وبمجرد ما باب القفص أو الأوضة يتفتح فممكن تلاحظ إن الكلب بيهاجم أي حد يقابله قدامه، وإنت كمدرب بتبقى مفكر إن كده تمام وتم تشريسه، ولكن للأسف اللي إنت مش فاهمه إن كده كلبك غالبا خرج عن السيطرة، وجهز نفسك عشان ممكن يهاجمك إنت شخصيا. في بعض الأوقات بعض المدربين بيعتقدوا أن قص ديل أو ودن الكلب ليها علاقة بالتشريس، وعشان كده أي كلب بيربوه أول حاجة بيعملوها هي قص ديل ودنه، ودي كانت عادة مشهورة جدا مع بعض الكلاب زي التوبرمان مثلا. وبعد كده المدربين بقوا بيعملوها مع كل الكلاب بدون أي فهم، عادة وخلاص لأن ملهاش أي علاقة بتشريس الكلاب، لكنهم كانوا بيقصوها عشان بيكونوا طوال، ومن وجهة نظرهم بيسببوا إعاقة للكلب أثناء الصيد، وممكن كمان يكون نقطة ضعف يقدر أي حيوان تاني يمسك الكلاب منهم، وعشان كده بيتم قصهم، وده معناه إنها ملهاش أي علاقة في تشريسهم، ولازم كمان يتم قصهم للكلب وهو لسه جاره لأنها محرمة دوليا إنها تتم وهم كبار. بتعتبر ضرب الكلاب أثناء التدريب من أشهر أخطاء المدربين لتشريس الكلاب. ضرب الكلب بالعصاية بيسبب له كره لكل البني آدمين بشكل عام، ده غير أنه بيكرهك وبيكره التدريب، ومع الوقت هينفذ أوامرك أثناء التدريب خوفا من العصاية مش أكتر. وعشان كده لو كنت بتتبع الأسلوب ده في التدريب فلازم فورا تستبدل العصاية بنظام المكافآت، وده معناه أن كل ما الكلب يعمل حاجة كويسة تديله مكافأة، وبكده هتوصل لنفس النتيجة وبطريقة صحيحة وأمنة. في بعض المدربين بيعتقد ان ضرب الكلب اثناء الاكل ليه علاقه بالتشريس، دي حتى ممكن يحرموه من الاكل لفترات طويله. طبعا بدون تفكير دي حاجه مش هتساعد اطلاقا في تدريب الكلب او زياده شراسته. الكلب بيحتاج انك تعامله كانه صاحب ليك، فهل ممكن تحرم صاحبك من الاكل او تعذبه وهو بياكل بالشكل ده؟ حب كلبك وتعامل معاه معامله ادميه واتقي الله فيه، وهو هيحبك ويدافع عنك بكل شراسة وقوة، حتى لو دفاعه عنك ده هيكلفه حياته. الكلاب من أوفى وأخلص المخلوقات على وجه الأرض، لما بيحبوا بيحبوا بجد وبصدق بدون أي مقابل. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.